بسم الله الرحمن الرحيم في محاضرة اليوم سوف أتكلم عن رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال Season of Migration to the North وهي من الروايات المهمة لدراسة الرواية ما بعد الكولونيالية فإذا أردنا أن ندرس الرواية ما بعد الكولونيالية The Postcolonial Novel مهم جدا أن نقرأ رواية الطيب صالح طيب صالح Season of Migration to the North وهو كاتب سوداني شهير اشتهر بهذه الرواية خلينا نشوف عما تتكلم هذه الرواية طيب صالح Season of Migration to the North هذه الرواية كتبت في عام 1966 examines the impact of British colonialism on African societies وهي تفحص أثر الاستعمار البريطاني على المجتمعات الأفريقية in general بشكل عام and Sudanese identity وعلى الهوية السودانية بشكل خاص in particular So, Tayeb Saleh, Season of Migration to the North, examines the impact of British colonialism on African societies in general and Sudanese identity in particular. It reflects on the challenges faced by modern Sudan, وهي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها السودان الحديث and the brutal history of the British colonialism والتاريخ الوحشي للاستعمار البريطاني and its disastrous role ودوره الكارثي in defining the reality of contemporary Sudanese society في تحديد حقيقة وواقع المجتمع السوداني الحديث إذن الرواية تسلط الضوء على التحديات الذي يواجهها السودان الحديث والذي هو للتو خارج من الاستعمار البريطاني and the British and the brutal history of the British colonialism والتاريخ الوحشي للاستعمار البريطاني and it is disastrous role والدور الكارثي للاستعمار البريطاني في تشكيل واقع المجتمع السوداني الحديث in defining the reality of contemporary Sudanese society. The second half of the novel, القسم الثاني من الرواية, examine the question of misogyny ويتكلم عن موضوع كراهية النساء and its shocking manifestation وتداعياتها الصادمة which include the graphic discussion of female circumcision and حسنة forced marriage toward the race وطبعا بيصور عملية ختان الفتيات وهذه عادة قديمة موجودة في مصر وموجودة في السودان عادة مؤلمة جدا حاربوها كل نشطاء الحركة النسوية ممكن تكتبوا على جوجل female circumcision وتتكلموا وتقرأوا عن ختان الفتيات and حسنة forced marriage وإجبار حسنة على الزواج من ود الرئيس إذن الجزء الثاني من الرواية يفحص كراهية مسألة ومشكلة كراهية النساء وتداعياتها الخطيرة and its shocking manifestation which include the graphic discussion طبعا المناقشة التصويرية الواضحة والقوية لختان الفتيات and حسن post marriage وطبعا إجبار حسن على الزواج من واد الرئيس Although Saleh condemns the oppression of women in rural Sudan, بالرغم من أن صالح هو
يدين قهر النساء في الريف السوداني, his critique is not only limited to Sudan, نقده ليس فقط موجه للسودان, but also والإمرأة السودانية, but also to the European women, وحتى إلى المرأة الأوروبية والنساء الأوروبيات, that سعيد, that مصطفى سعيد بطل الرواية meets in England, اللي بيقابله في إنجلترا. إذن الطيب صالح لا ينتقد فقط قهر النساء في السودان وريف السودان, وليس نقده فقط موجه إلى السودان, ولكن موجه إلى النساء الأوروبيات اللي بطلوا مصطفى سعيد بقابلهم في إنجلترا. Although Saleh condemns the oppression of women who are Sudan, we find that his critique is not only limited to Sudan, but also to the Arabian women that Mustafa Saeed meets in England. They are also subject to social restriction, since they are educated but cannot get jobs. طبعا هم كمان معرضين للقيود الاجتماعية, حتى لو انهم متعلمين ما بيقدروش انه يحصلوا على وظائف. صالح searing depiction of oppression and violence in against women in African and Arabian society. طبعا الرواية بتعبر عن الوصف القوي للطيب صالح للقهر والعنف الذي يمارس والاضطهاد الذي يمارس ضد المرأة في المجتمعات الأفريقية والأوروبية. They are also subject to social restriction. طبعا معرضون دائما للقيود الاجتماعية. Since they are educated but cannot get jobs, صالح seeing depiction of oppression and violence against women in African Arabian society. طبعا وهي وصف صارخ وقوي للعنف والاضطهاد ضد النساء في المجتمعات الأوروبية والأفريقية. It is a harsh critique, وهو نقد قاسي للنظام المجتمعي السلطوي, a critique of the patriarchal social order that enslaves and oppresses women, والذي يستعبد ويقهر النساء wherever they are, أينما كانوا موجودين في العالم, in the world, and is a loud call, ونداء قوي وصارخ for action, للعمل من أجل وقف هذا الاضطهاد, to put an end to oppression. So it is harsh critique of the patriarchal social order that enslaves and oppresses women wherever they are in the world, and is a loud call for action to put an end to oppression. Season of migration to the north. Reflects on the character's attempts على محاولات الشخصيات to start a dialogue with people, حاول تفتح حوار مع الناس from other cultures, من ثقافات أخرى, and how these attempts of engagement are often thwarted. دائما هذه المحاولات للتواصل دائما تجهض by miscommunication, وهي عملية طبعا وهي عملية للتواصل مع الناس من الشعوب من المجتمعات والثقافات الأخرى. هذه المحاولات كانت دائما تجهض by miscommunication, من خلال عدم
يعني من خلال سوء التواصل وسوء الفهم and lack of mutual understanding وقلة الفهم المتبادل، لأن عملية اتصال سيئة نسميها miscommunication and a lack of mutual understanding ونقص من الفهم المتبادل. So season of migration to the north، إذن رواية الهجرة موسم الهجرة إلى الشمال reflects on characters' attempts to start a dialogue with the people from other cultures and how these attempts وكيف هذه المحاولات للتواصل of engagement are often thwarted by miscommunication and lack of mutual understanding. For example, Mustafa Saeed blatantly lies to English people. على سبيل المثال, Mustafa Saeed, يعني بشكل فظ, كان يكذب على الشعب الإنجليزي, who have sincere interest in his culture, واللي عندهم كانت رغبة صادقة بالتعرف على ثقافته, and doesn't bother trying to correct their misconception, ولم يهتم في تصحيح معتقداتهم الخاطئة عن الثقافة العربية في السودان. إذن, for example, مصطفى سعيد blatantly lies, كان يكذب بشكل بج to English people who have sincere interest, ولهم رغبة صادقة في التعرف على ثقافته, and doesn't bother trying to correct their misconception, ولم يعني يتردد في محاولة طبعا لإصلاح ومعتقداتهم الخاطئة. Furthermore, the political debate between Mustafa and Richard proves to be futile because Richard refuses to acknowledge the validity of the Sudanese culture. وأيضا المناقشة السياسية بين مصطفى وريتشارد كانت عبثية لأن ريتشارد كان يرفض أن يعترف بصحة وشرعية ووجود الثقافة السودانية. كان نعرف أنه تكلمنا في الأورينتاليزم أنه كيف كانت النظرة إلى الشرق ولا ثقافة الشرق. نرجع لمحاضرات الأورينتاليزم الموجودة على القناة. Furthermore, the political debate between Mustafa and Richard proved to be futile because Richard refused to acknowledge the validity of the Sudanese culture. ما بيعترفوا بالثقافة السودانية ولا باللغة السودانية, بيعترفوا بس بالثقافة الأوروبية واللغة الأوروبية. For Saleh, such miscommunication, هذا سوء الاتصال, deepens seriously, ويعمق بشكل جدي, the rift, الانشقاق والانقسام between the culture, بين الثقافات الشرقية والأوروبية, and prevents them from reconciliation, وبمنحهم من المصالحة. For Saleh, such miscommunication, سوء الاتصال وسوء التفاهم المتبادل, يعمق بشكل جدي, deepen seriously the rift between the cultures and prevent them, ويمنحهم من المصالحة وتحقيق المصالحة, from reconciliation. Season of Migration to the North, هذه الرواية envisions, كانت تتنبأ بأثر الحداثة على السودان, envision the impact of modernity on Sudan and particularly in واد حميد, وخاصة في واد حميد, and how a few people get wealthier, وكيف مجموعة قليلة من الناس أصبحت أغنياء وأغنى, at the expense of poor people, على حساب الناس الفقراء. إذن season of migration to the north envisions the impact of modernity on Sudan and particularly in واد حميد and how few people get wealthier, وكيف كل من الناس أصبحوا أغنى, at the expense of poor people, على حساب الناس الفقراء.
It also tackles the question of rampant corruption. بتكلم كمان الرواية عن مسألة ومشكلة الفساد المنتشر والطاغي في السودان in Sudan and how characters such as محجوب وكيف شخصيات مثل محجوب believe that Sudan will never become an advanced country بأن السودان عمره ما يكون دولة متقدمة because its leaders are corrupt لأن قادتها فاسدون and its elections are undemocratic وطبعا انتخاباتها غير ديمقراطية. إذن هو يعالج مشكلة الفساد الطاغي والمستشري في السودان of rampant corruption in Sudan and how characters such as محجوب believe that Sudan will never become an advanced country because its leaders are corrupt and its elections are undemocratic. For example, the unfinished hospital in Wadi Hamid, على سبيل المثال, المستشفى الذي لم يستكمل بنائها في Wadi Hamid, is symbolic of the failure of the national Sudanese government. مثال على فشل الحكومة السودانية الوطنية. And that Sudan needs a long time. وأن السودان يحتاج إلى وقت طويل to recover from the wounds لكي يتشافى ويشفى من الجروح الذي تركها الاحتلال البريطاني from the wounds left by the British colonialism. إذن أعطانا مثال على الفساد. The unfinished hospital in Wadi Hamid is a symbolic crumbs of the failure of the fashion the national Sudanese government and that Sudan needs a long time to recover from the wounds left by the British colonialism. To conclude, لكي في الختام, season of migration to the north, موسم الهجرة إلى الشمال, is considered to be a seminal turning point, نقطة جوهرية مهمة, أساسية in the development of post-colonial narrative, في تطوير الروايات ما بعد الكولونيالية, that focus on the encounter between East and West, والذي تركز على المواجهة بين الشرق والغرب. To conclude, season of migration to the north is considered to be a seminal turning point in the development of post-colonial narratives that focus والذي تركز on the encounter between East and West. It is seen as a counter-narrative, وكان ينظر إليها بأنها رواية مضادة to the heart of darkness لجوزيف كومراد واللي كتبنا عنها حللناها على القناة and described by Edward Said as one of the six great novels in Arabic literature in 2001 ووصفها إدوار سعيد بأنها واحدة من ست روايات عظيمة في الأدب العربي في عام 2001. It was selected by a panel of Arab writers, critics, and the most important novel of the 20th century. وتم اختيارها من قبل لجنة من كتاب العرب والنقاد كأنها أهم رواية عربية في القرن العشرين and the most important Arab novel of the 20th century. It has been translated into English وهي تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية in 1969 and into more than 20 languages بأكثر من 20 لغة and adapted to a movie وطبعا تم تحويلها إلى فيلم وكان نجم الفيلم starring محمد بكر. إذا ترجمت إلى أكثر من 20 لغة في عام 1969 موجودة نسخة باللغة الإنجليزية موجودة نسخة باللغة العربية مهم جدا أنكم تقرأوها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية إذا أعجبتك المحاضرة عن أهم هذه الرواية تنساش الاشتراك تنساش تترك تعليق تنساش أنك تعمل لايك من أجل إحنا نقدر نوصل لكم كل يوم
إن شاء الله معلومة جديدة مع رواية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.